صباح النور سناء، صباح الخير للمستمعات ديالنا. اليوم غنقدم لكم دنجال معمر بالصول ولا صوص ديال ماتيشا. غنحتاجوا 4 ديال الدنجالات مقطعين شرائح رقيقه بالطول، غنبخروهم وغنشويوهم سواء في الفرن او في الشوايه حتى يولي اللون ديالهم ذهب. غناخذوا طريفات ديال الحوت ديال الصول، كنرشوهم شويه الملحه والابزار وشويه الكوزه محكوكه، وكندوزوهم في مقله فيها شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، وما كنحاولوا ما نخليوهمش يتفرتوا، يعني فقط كيشموا لنا ديك الريحه ديال العافيه. في مقله كنشحروا بصله مشلضه مع الزيت حتى يبيض اللون ديالها، ثم كنزيدوا عليهم مطيشه محكوكه وعلبه من مركز الطماطم وشويه ديال الملحه وشويه الابزار، 3 المعالق من السكر سنيده، وكنخليهم فوق عافيه مهيله كيتحمروا لينا. كناخذوا طرف ديال الدنجال او شريحه ديال الدنجال، كنوضعوا فوقها شريحه ديال الصول اللي دوزنا فوق الزيت، ثم معلقه من هاد لاصوص اللي وجدنا، وكنضويو الدنجاله بشكل طولي على شكل دائري، يعني بالطول وبشكل دائري. في الاخير كنستفو هاد الدنجلات ديالنا في طبق التقديم وكنسقيوهم بلاصوص اللي حضرنا، وممكن اننا نزينوهم باللوز مقلي ومهرمش ونقدموا الطبق ديالنا بالصحه والراحه.